الجو الحين صج مال المخيم. بوريكم شيء توني واصل المخيم. شوف اسم البقالة. شوف اعلان المطعم. حبيت اعلان المطعم. ان البري جوا. وي 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 شلونك؟ الحمد لله. اخبارك زين؟ شوف الرطوبة شو مسوية. بقول لكم سالفة هذه امس. انا سكرت اخر سناب. هذه ودتنا انا وخلود المستشفى. ليش ودتنا انا وخلود المستشفى؟ لما شبيت حطب اللي هو هذا حطب زين. لما شبينا حطب كبيت بنزين وشبيته. هذا اكبر غلط. فلما سكرته صار بدي اي طعم بنزين. ولما كلينا انا وخلود على طول سيد المستشفى. ديروا بالكم ديروا بالكم تخلون الحطب اللي تحت بنزين لان طعم الاكل كان بنزين. والله ستر والحمد لله عدت على شنو على خير. ابيا عاد انت قول بس انا ما يصدق. شنو يسوي ثاني مره؟ انا ماكو مشكله ماكو شيء. الجو ولا غلطه ولا غلطه. خلني قد برا اذا الجو حلو. هذا محمود الهنجي رحت مخيم مال هو كله ذبان. مخيم محمود خلينا نشوف مخيمنا ذبان ولا لا. حبيبي انا مخيمي ماك تشكني ماك تشكني ولا ذبان محمود. ها شفت تشكني اصلي حاطين هذه حاطين لا تخاف. حاط لي اربعه حتى القهوه تشكنيه. والله تبينها الدفايه ولا خلها.